مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر في افتتاح محل لأشهر مصممة ديكور في المغرب للشغلات مع العديد من المشاهير من داخل أرض وطن وخارج أرض وطن بحضور بعض المشاهير ديال الويب. فاحنا جينا حضرنا لهذا الافتتاح في هذا المحل التجاري اللي كيتواجد بمنطقة عين الشق بالقرب من المنطقة الأمنية. كما يعلم البعض بأن المصممين ديال الديكور فولاو مطلوبين بواحد الشكل كبير بالاخص للطبقه الغنيه، ولكن هنا كاين الاستثناء بان حتى الفقراء محدودي الدخل فحتى هما عندهم الحق انهم ينظموا المنزل ديالهم، ولكن يعتمدوا على مصممين اللي غادي يعطيهم واحد الحله جميله في المنزل ديالهم او في مقرات العمل ديالهم. Yeah.
كنت مشاهدي قناة شوف تيفي بأننا كنتواجدوا في حفل افتتاح محل لأشهر مصممة ديكور في المغرب اللي اشتغلت مع العديد من المشاهير داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هذا الافتتاح بحضور بعض مشاهير الويب اللي جاوا كذلك باش يدعموا هاد المصممة ملك. هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه بالقرب من المنطقة الأمنية عين الشوق